مصطفى بن حليم ولد بمدينة الإسكندرية في 29 من يناير سنة 21. التحق بكلية سان مارك حيث تحصل على شهادة البكالوريا في الرياضيات عام 41، وبكلية الهندسة بالإسكندرية تحصل على بكالوريوس هندسة عام 46. عمل بن حليم بشركة إيجيكو للإنشاءات، ثم أسس عدداً من الشركات من بينها الشركة الليبية للهندسة وشركة للصابون والمواد الكيميائية وشركة الغازات الليبية وشركة للأنابيب والبلاستيك وأخرى لحفر آبار النفط. كما أسس مصرف شمال إفريقيا في سبتمبر 69. انتقل للعمل بدول الخليج، وعين مصطفى بن حليم وزيراً للأشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة، ثم تولى الوزارة الأولى كما تولى وزارة العدل، وتقلد بن حليم وزارة المواصلات ثم وزارة الشؤون الخارجية، كما عين أيضاً أول سفير ليبي بباريس. أصدر مصطفى بن حليم كتابين، وهما صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسية وليبيا انبعاث أمة وسقوط دولة.